رانديفو اليوم بيستقبل عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الأيوتي دكتور نجيب حداد موجود معنا اليوم ليخبرنا أكثر عن بلو كارافان أوبريشن رح سميها. أهلا وسهلا فيك. صباح خير. صباح خير. بلو كارافان هذا على السنة الثالثة على التوالي اللي كان عم بيكونوا تلاميذ الأيوتي عم بيكونوا عم بيشاركوا بهالإيفنت يلي الأيوتي بتعمله خصيصا لتلاميذ العلوم التطبيقية. صحيح، هو باختصاص تغذية بالكلية لثالث سنة على التوالي عم نعمل حملة لفحص السكري وأمراض أو مخاطر أمراض القلب وتوزيع الشحم بالجسم للناس كلها بكل المناطق اللبنانية. الفكرة طلعت بالتعاون مع وزارة الصحة من 3 سنين وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكري الـ IDF International Diabetes Federation وصار لهم شركة معنا للسنة الثالثة. هلا أهمية الكارافان وين؟ بفحص السكر اللي بنعمله أو فحوصات الكوليسترول وكل البارامتر يعني اللي بشكله أمراض قلب وأمراض أو تداعيات أو مرض السكري مهمة، لأنه شخص حسب الإحصاءات اللي عندنا ورح تطرق لهم هلا، الشخص بيعمل سكري مع الوقت من دون ما يحس، خاصة بدول بمنطقة الشرق الأوسط يلي السكري ببلش بعمر صغير. اما اذا بدنا نقارنهم للاحصاءات اللي موجوده بدول الغرب السكر يبلش بعمر متقدم. هلا نحن ليش مهمه ان نفحص؟ لانه له تداعيات على صحه الانسان وله تداعيات اقتصاديه بالمجتمع، لانه الشخص يلي بيصير معه سكري باول عمره بال30 وبال40 بينضرب وبصير انتاجيته تخف مع الوقت، بتصير انتاجيته لعائلته تخف، انتاجيته للمجتمع تخف اتسترا. كيف بعد اذا كانت على صعيد مجتمع؟ ونحن بنعرف في لبنان تقريبا صرنا بال16 17%، واذا منقارن حالنا بالدول الشرق الاوسط خاصه دول الخليج بنلاقي حالنا يمكن بعدنا منيح 16 17%، اما بالخليج 23 24%. سو كل المنطقه تعتبر متاثره بهذا المرض، واول 6 دول بالعالم نسبة هن دول عربية بمرض السكري. بقى مشان هيك فحوصات السكري سكرينينج يعني كتير مهم للمجتمع لحتى نقدر نتدارك على بكير إذا هالشخص عم بيعمل سكري أو لا. إذا عم بيعمل في إله عدد من الحلول على صعيد اختصاص التغذية أو على صعيد إدارة المرض عند الأطباء، وإذا ما عنده كيف يتفادى أنه يصير عنده مرض سكري. وهون دور البلو كارافان لثالث سنة اللي صار مغطى تقريباً 9000 شخص لهلا. هون شو عم نشوف؟ هون عم نشوف دورة تدريبية. السنة أطلقنا البلو كارافان ب3 مراحل. أول مرحلة كانت بتضواية معلم بالبلد يلي هو كان على 2 سنين على التوالي القلعة البحرية تبع جبال يلي اليوم عم تأثر بالأمواج. رجعنا السنة دوينا بلدية جونيا اللي هي كمان معلم أثري. أطلقنا البلو كارافان بعدها بجمعة ورجعنا عملنا دورة تدريبية لاختصاصية التغذية على إدارة مرض السكري. ليش؟ لأنه إحنا مؤمنين بدور اختصاصيين التغذية بإدارة مرض السكري، لأنه إذا مش منطلع المريض بيروح عند الطبيب مرة أو مرتين ماكسيموم 3 مرات بالسنة إذا بده يعدل بالإدوية تبعه، بيروح عند الفرمشاني مرة أو مرتين حسب ما الإدوية اللي بده يشتريها. أما اختصاص التغذية على تواصل جد وكثير يعني مثل بقوله مع المريض، بقى هون عنده دور اختصاص التغذية كثير مهم بتحسين إدارة المرض واللايف ستايل. هلا شو يعني اللايف ستايل؟ اللايف ستايل نحن باختصاص تغذية بنركز كثير خاصة بكورس الباثوفيزيولوجي اللي هو بيدرس الأمراض على مستوى الخلية. بنركز كثير على أهمية كيف نعمل باللايف ستايل تشينجز اللي هو الغذاء وطريقة الحياة والرياضة وكذا، كيف يحسن أداء الخلية. ليش؟ لأنه كل خلية عندها وقت بتعيش فيه يلي هي التايم كلوك تبعها. كل ما كان الانسان عم بيشتغل بلايف ستايل جيد، عم بياكل اكل جيد، عم بيعمل رياضه، بيدور عدد من الجينيات يعني الدي جينز اللي موجوده بالخليه يلي هي بتحسن اداء الخليه، بالنتيجه بتحسن اداء الجسم ككل. اما اذا كان الانسان عم يتبع طرق حياه منا صحيه بيقصر العمر. يعني اذا بدك تفكري فيها من انتي ايجينج، ايه كل ما كان الغذاء جيد كل ما دورتي جينيات بالجسم بتحسن اداء الخليه وبتخلي الانسان
يكون هيك نشيط اكثر، واعي اكثر، عنده كوجنيشن، تركيز اكثر، وبيمكن بيطول كمان العمر تبع الشخص لانه بتخفف من سرعه تدهور الخليه، لانه اذا بنفوت على الجين بنلاقي انه في جزء من الجين اسمه تيلومير، هذا بيروح مع الوقت، كل ما كان اللايف ستايل تبع الشخص منه منيح كل ما تاكل هذا التيلومير بسرعه كل ما قصر عمر الخليه. باختصاص التغذيه هون دوره كثير مهم، وسكرينينج للاشخاص اللي عندهم سكري بعمر مبكر كمان كثير مهم لحتى نساعد باداره مرض السكري اللي هي يعني هون السكرينينج رح يقول اذا في سكري ولا لا، مش صحيح. اذا رح يصير في سكري صحيح. بعدين هلا الانديكيتورز نحن مش بس نفحص جلوكوز وكوليسترول وهيك، عندنا مكنه بتفحص توزيع الشحم. هلا توزيع الشحم بالجسم از كلير انديكيتور، يعني بفسر لي بوضح لي اذا هذا الشخص متجه بهذا الاتجاه او لا. ليش؟ لانه كثرة الشحم بالجسم وخاصة بالخلايا بتأدي من ناحية لانخفاض إصدار الأنسولين، ومن ناحية تانية انخفاض استيعاب السكر من الجسم يلي بيعملوا العضل والكبد. هيدول الاثنين مع بعضهم هن اللي بيعملوا السكري. بقى كل ما كان نسبة توزيع الشحم، ونحن بنفحصها هيدا بالكارافان خاصة حول المعدة، اوكي، مثل بيكون شكله بالنصاحة مثل التفاحة، هيدا اكثر شيء بيخزن شحم حول الاورجنز يلي هن الاعضاء اللي بقلب الجسم، ويلي بيودوا من ناحية لتوطاية اصدار الانسولين، ومن ناحية تانية لتخفيض استيعاب السكر بالجسم يلي كمان بيودي على امراض السكري. هلا المهم بإدارة السكري هو انه كل ما كان بنوقف لعب السكر بالدم، انه يطلع مثلا ل 250 280 ورجع ينزل لل 100، كل ما عملنا حد للطلعات والنزلات تبع السكر كل ما كان اداره السكر احسن. ليش؟ لانه بحافظ على خلايا الدم، بحافظ على خلايا الكلاوي، على خلايا القلب، وبيتفادى اكيد كثير من التداعيات. وهذا كله بيتفسر ضمن حمله البلو كارافان للناس، لانه هو اللي بيتدربوا اختصاصيه التغذيه عليهم مع اختصاصي التغذية بيكون عم بيشرف على الطلاب مع كل الناس، بيقعدوا بيفسروا لهم هاللايف ستايل تشينجز لحتى يوعون انه ليش، يعني مش بس انه تفادى الاكل وما تاكل ما تاكل، بيفسروا لهم بالتفاصيل ليقنعون بهذا الموضوع. الانسان اذا ما اقتنع وما كان يعني فهمان بالتحديد شو هي الحاله تبعيته ما بيقدر يكون دائما عم بيسابر بالحمايه. بس هون يعني طبعا التلاميذ او الطلاب الاي او تي عم يكونوا عم يقدوا سيرفيس كوميونيتي، مثل ما دائما يعني بنقول ضروري انه الشاب والصبي يكونوا عم يقدموا خدمتهم للمجتمع، وبنفس الوقت عم يقدروا يجمعوا داتا. صحيح، يعني اللي مانا موجودة عنا. صحيح، هلا الداتا صاروا تقريبا 9000 سامبل. الداتا اوفر اول النتائج تبعها طلع تقريبا بين 16 و 18%. ما بين كتير فرق بين الناس اللي بيقعدوا بالجبال والناس اللي بيقعدوا بالمدن، لأنه لبنان طبيعته أنه الجبل والمدينة كتير قراب لبعضهم. بقى الداتا كان بين 16.5 و 18%، اللي هي مثل الداتا اللي طلعت بالاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، كتير قراب الداتا لبعضها. هلأ اللي بيّن عنا أنه نسبة السكر كبورسنتاج سكري عفوا كبورسنتاج عند الناس بالعمر المبكر كتير عالية. حتى بين عنا داتا نحن عم نبرم على المدارس، لأنه عنا كمان مشروع تاني اسمه The Arab Ecology and Science Club بيبرم على المدارس وبيفحص بالبدانة عند الطلاب. بين عنا نسبة سكري أو استعداد للسكري، يعني Pre Diabetes بيبقى عنده المستوى فوق 110 بالدم، بنسبة منا هينة للطلاب يلي هن بأول عمرهم مفروض طبعا. هيدا علامة كتير بتخلينا نكون بالنا مشغول لصحة المجتمع، لأنه هيدا الجيل بده يفوت على المجتمع، بده يصير بكرة الورك فورس. سو مشان هيك نحن عم نقوم بحملات مع المدارس، وعم نفوت ضمن هيدا الأرب إيكولوجي إن ساينس كلاب نعمل محاضرة تحديدا كيف يضعفوا حالهم الشباب، ووين أهمية تضعيف من الصحة وبقوة التركيز خاصة إذا عندهم فحوصات. أما إذا بنيجي بالتوزيع البلد، منلاقي مثلا بالجنوب في نسبة أقل للسكري من المدن خاصة طرابلس وبيروت. السبب يمكن طريقة العيش يلي هي طريقة مدنية اللي فيها أكثر سيدنتري لايف ستايل، يعني بيقعدوا بيشتغلوا. مثلا إذا بتجي بتقيس الشخص يلي بيعيش بالمدينة، من على بكرة على التخت على السيارة على المكتب، برجع بعدين على قوت العود، برجع على التخت، يعني نسبة الحركة كتير قليلة، ولازم الشخص يعمل 150 ل 200 دقيقة
رياضة بالجمعة ويوزعهم على 7 أيام، مش يحصرهم بالويك أند. ضروري أنه يتوزعوا، لأنه هول هيدا نوع الرياضة وأكل الخضرة خاصة بعد ما يعمل رياضة بيساعد الخلية أنه يدوروا جينيات يلي بيحسنوا إداء الخلية، وهون أوتوماتيكلي يعني بيصير حتى الخلايا اللي عندها استعداد صحيح لأنه تعمل صحيح عندي 50% الجينز تبع الخلية بيعملوا شغلون، و 50% أنت كشخص وتأثير مثل بقوله الانفايرمنت على هالخلية كمان بيلعب دوره. سو أنت عندك دور ب 50% وهذا كتير كتير مهم. هيدي للسنة الثالثة عم ينعلم البلو كارافان، يعني خبرتكم السنتين اللي مرقوا كانت خبرة حلوة مهمة، ولو انه متعب ما بعرف بهالطقس وينو الكرفان هلا ضبينا شوي هلا تتمرق العاصفة، ولكن خبرتكم كانت لكن مهمة وخاصة بالنسبة للطلاب. ليك الطلاب اول شيء خبرتهم عم بيكون بالانترفيوينج تبع الناس، عم بيكون بالنوع الاسئلة بالداتا كولكشن، وعم بيتعاملوا مع كل انواع المجتمع، يعني عم بيتعاونوا مع رب العمل، مع الموظف، مع شخص يلي بيعمر بالمدينة بالجبل، بين كل الأطراف من كل الأماكن، وطلابنا من كل لبنان. أهميتها هو أنه هالنوع الانترفيو اللي بيعملوا، هالمعلومات اللي بيخدها عم بيخليه يكون فكرة كتير واضحة عن شو عنده بلبنان يلي هو بعدين بده يصير سوق عمله يلي هنه بده يصيروا بكرة patients تبعه. وكل سنة بس يخدموا 10 visits، احنا بنروح تقريبا 25 visits، 10 visits and above بياخد certificate، وبكل سنة بيجي برعاية وزارة الصحة، بيجي الدكتور عاطف مجدليني اللي هو رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بيعطي هالسيرتيفيكت للطلاب، وصارت عنده tradition، يعني صار هو كل مرة بيقول اي متى رح تعطوا هالسيرتيفيكت بدي اعطيهم للشباب حتى اشكرهم على الشغل طبعا. يعطيكم العافية، بتأمل تمرق العاصي وترجعوا كمان تستأنفوا شغلكم. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا مشاهدينا، وقفي هلا ومنرجع منتابع لايف، خليكم معنا.